أكدت المنسقة الأممية للمساعدة الإنسانية في العراق ليز جراند أن نحو 700,000 مدني شردوا من غربي الموصل، ورجحت في مؤتمر صحفي نزوح نحو 100,000 مدني مع انطلاق عمليات تحرير تل عفر والحويجة ومناطق غرب الأنبار. الأولوية القصوى الآن هي الوصول إلى المدنيين الذين ربما لا يزالون في مدينة الموصل القديمة. مئات الأشخاص ما زالوا هناك. هناك 700,000 مدني خارج منازلهم في الموصل، وإذ نتطلع إلى الأمام نتوقع في الأشهر المقبلة أن يكون هناك قتال مكثف في 3 مناطق من العراق لا يزال فيها تنظيم داعش قويا نسبيا، ويشمل ذلك تل عفر والحويجة والمناطق المحيطة بوادي الفرات في غرب الأنبار. ونتوقع أن يتعرض المدنيون في تلك المناطق لخطر بالغ، وربما بحلول نهاية العام ووفقاً لمدى كثافة القتال قد يضطر 100,000 مدني إضافي إلى مغادرة ديارهم.